هذه رحلة العودة من باريس إلى تونس على متن الطائرة الحي بورقيبة، رحلة أمنها فريق نسائي على مستوى القيادة وتقديم الخدمات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. والله حطت بالقدية الطائرة واتريساج لا صفقوا عليهم ديجا. والله يعجبهم الاتريساج هوزمون صفقوا. عدوا رحلة ممتعة للغاية، صفقوا شيخوا وكانوا فرحانين برشا الحقيقة. برنت أليسا مؤسسة قرطاج وملكتها الأولى ورموز الحضارة الفينيقية، وقفن في غرفتهن على مدى ثقافتهن وعلمهن، فعندما يلغى هذا اليوم من قاموس الاحتفالات فيمكن وقتئذ الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل، هكذا قالت هذه السيدة وهكذا عبرت عن استغراب أثار استغرابها. حتى الفرنسيس في باريس إكيباج فيمينا أنتيرمون فيمينا أون تونيزي تو اللي يقولوا أون تونيزي اللي يقولوا تونيزي نورمالمون تونسي يعطيو بها المثل. المرأة التونسية معروفة معناتها في العالم أجمع، دونك عندها مكانتها وعندها قيمتها، تبارك الله وصلت في المجالات الكل، دونك عندها قيمتها بختو معناتها. لعلكم فهمتم أن الحضور الفاعل والسباق للمرأة التونسية في مختلف المواقع أصبح يفهم على أنه استثناء وليس قاعدة، وهو ما يجيز لنا طرح سؤال: هل للمرأة التونسية في هذا اليوم الحق في الاحتفال أم في مواصلة النضال أم في الاثنين معا؟ في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدول بنصف مجتمعاتها، تؤكد فيه المرأة التونسية أنها لا تختلف في دورها الحياتي مع رفيق دربها الرجل، خاصة بعد ظهور ملامح التراجع عن المكتسبات بعد الثورة. من مطار تونس قرطاج، طارق ممعاوي للتلفزة الوطنية التونسية.